كل عيد ناكل الكاهي، كاهي والقمر. ودي سفري على البيت؟ سفري على البيت. كم وحدة تاخذ؟ والله حسب 8 10 على الطلبية، على النفرات، على الضيوف اللي يجونا. يطلعون من الجامعة ونجي هنا ناخذ الكاهي نروح ناخذ القمر. الأسعار شلونها؟ قطعة ب 750. يعني مناسبة؟ لا لا مناسبة. اللي عنده والما عنده يقدر ياكل الكاهي. كاهي وقيمر يعني اكثر شيء صباح يوم العيد، يعني بعد الصلاة نطلع كاهي قيمر باتشا، هاي السوالف كلها يعني. انتوا اختاريتوا الكاهي اليوم؟ اكيد الكاهي، كاهي شيء خفيف على المعدة. قيمر كاهي وقيمر شيء اكلة طيبة. زين كم وحدة مصي؟ والله اقل شيء اثنين. اقل شيء اثنين. اي مال الصوم الامس، بالامس كنتوا صايمين؟ بلى الحمد لله والشكر. ودائما واحد يعوض السكريات. اكيد يعوضها بسكريات شيء خفيف يعني على المعده. هي اكله قديمه بس طيبه حيل. اي والله والناس ترغبها بالعيد. اي والله يا يعني عيد طبعا كل شيء يصير طيب بالعيد الحمد لله. اي والله. زين تاخذ سفر اسويها؟ لا لا بس مجرد اتريق واطلع. دائما الجيمر يغلى باول يوم العيد. يصير اقبال عليه من قبل الاهالي، تعرف هذا الشيء يعني كل عيد يصير هذا الشيء عندنا لغوه مال ارتفاع بسعر الجيمر. احنا ما بدنا نصعد بس هو السوق يصعد بصوره عامه، يعني يصير اقبال عليه بشكل ما طبيعي فاوتوماتيك يصعد. هو بصوره عامه يطلع على الشمال، الجمله ما شمال هم هذا اللي اللولا اللي صعد الجيمر بالموصل. يعني لو نفترض انه ماكو سوق على الشمال، الجيمر يظل سعره الطبيعي بالموصل محافظ عليه والعالم تاكل وتسترزق والحمد لله والشكر. سعره 30,000. نعم الجمله مالته ب 28,000 دينبا، احنا مخلين عليه 2000 دينار الحمد لله والشكر. الاقبال المواطنين يعني مثلا عندنا شريحه الفقراء ده يشتروا؟ والله يشتري بس يعني ما نفس باقي الشرائح، يعني على شيء قدر المستطاع خلينا نقول، ويفضل دائما الاجبان البيض هالسوالف هذه، واحنا ان شاء الله ما نقصر مع الجميع. اساي ربع كيلو اخذتوه ب 7.5. غالي والله. يعني ايام العيد يعني المفروض ينزلوا له يصعدوه، هذا كله استغلال. يعني اول يوم العيد هسه تجي باكر ينزلوا 5، ثالث يوم العيد ينزلوا 5، من يقل الطلب. ايه ورابع يوم العيد ب 20 عادي يرجع مثل ما هو. شو تقول لاصحاب المعمل؟ لا تستغلونا، احنا ضعفاء. ما اساني اقدر اشتري يا ربع كيلو، غيري ما يقدر، 100 ما يقدر يشتري.